السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحه عافيه ان شاء الله. وهذا الفيديو قررت نديرو باش نبارطاجي معكم واحد الادوات، يعني هي اللي اوليه وكنظن غتعود بالنفع على اي واحد خداها او شراها. يعني ادوات اللي كنظن كتعاون في تصوير اي فيديو بالنسبه للناس اللي بغاو يستمروا في هذا المجال هذا ويلوحوا الفيديوهات ديالهم على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هذه الادوات ادوات اللي الثمن ديالها في متناول الجميع كنظن، ادوات اللي بحال دابا هاد ثلاثه درجيلات هذه اللي كتعاوننا باش نشدو اله التصوير ديالنا او الهاتف المحمول، والثمن ديالها اللي كيتراوح ما بين كنظن 15 درهم حتى 30 درهم، يعني 1 اورو 50 حتى 3 اورو او دولار ونص حتى 3 اورو. وكتواجد يعني عند جميع الباعه كنظن ديال الادوات الالكترونيه، ويمكن لكم تلقاوها حتى في مواقع الانترنت، يعني مواقع البيع الصينيه. كاين بزاف ديال لي سيت اللي كيبيعوا هاد لي ماتيريال، هاد الادوات هادو. كيف ما كتشوفوا هاد ثلاثه درجيلات هادو عندهم بزاف ديال الوضعيات اللي غادي نوريكم في الصور في الفيديو ان شاء الله الا تبعتوه. وهادو هما الوضعيات اللي كنشكلوا بهم دوك الرجيلات اللي مارينين وكنعطيوهم الشكل اللي بغينا كيف ما كتلاحظوا. وكاين كيبيعوهم يعني بالوان مختلفه، يعني كاينه بالاحمر بالزرق بالكحل، ديك الساعه كتختاروا نتوما على حسب الذوق ديالكم. ومنين كيوصلكم هاد الرجيلات هادو كيوصلكم مع هذيك المثبته ديال الهاتف، وهذا يعني المقياس ديالها شحال فيها ديال الطول. هذه واحد التليكوموند اللي كتبع معها، يعني اله التحكم عن بعد اللي كتضيفوا واحد الثمن ديال تقريبا 10 درهم او دولار ونص وكيصيفطوا عليكم معها، يعني كتعاونكم الا بغيتوا ديروا فيديوهات عن بعد. وكاين هادي وكاين نيانيت كيكون معاه هاد المثبت هذا ديال الهاتف اللي كنحيدوه. يعني انا كنت خديت جوج حالتي الا تهرسات وحده تبقى وحده، يعني هذا كيلصق هنايا وكديروا فيه الهاتف ديالكم بحال هكا، كتهزوا هادي وكتخشيو الهاتف ديالكم، يعني كتعاونكم باش تثبتوا الهاتف ديالكم باش ديروا فيديوهات بصوره ثابته سواء داخل البيت او خارج البيت، يعني كتعاونكم شويه ما كتبقاوش مدابزين مع التليفون. تقدروا هي يعني تديروا فيها التليفون وتشدوا من هذوك الرجيلات كيتجمعوا كيوليو بحال المقبض. وكاين عاوتاني بالنسبه الادوات اخرين، كاين هذه كيف ما كتشوفوا بحال هي عباره عن واحد العصيه ملتويه اللي كديروها كيف ما بغيتوا. عندها هاد السيبوره هذه اللي كتلصق في الكوزينه في الرخامه هنايا، كتلصقوها يا اما في الرخامه بهذا الشكل هذا، يعني كتخشيوها كديروا هكا وكتزيروا على الرخامه باش ما تحركش. ما تاخذوش هذيك اللي فيها المقبض، اللي فيها المقبض راه كتحرك، اما بالنسبه هذه يعني ثابته، يعني انا جربتها كتثبت يعني. وعندها هذه العصا هذه كديروا لها كيف ما بغيتوا، كدوروها تعوجوها، وهنا كاين المقبض فين كديروا الهاتف ديالكم بالنسبه للناس اللي كيخدموا بالهاتف. وبالنسبه للمصوره كاين واحد المثبت اخر، وهذه كنظن يعني جد مهمه في المطبخ حتى هي بالنسبه للناس اللي بغاو يركزوا على مكان الطبخ، كنظن غتعاونهم بزاف هذه. وكتلصق حتى في يعني في لي موبل اللي فوق المطبخ وكتعاون بزاف. ومن بعد بالنسبه للناس عاوتاني اللي بغاو يتطوروا شويه يمكن لكم تشريو هذه. هذه عندها ثلاثه درجلين كيتحلوا بهذه الطريقه هذه وكيطوالوا، يعني كيوصلوا حتى لواحد العلو ديال متر وخمسين. هذه يمكن لكم يعني تحطوها في الارض وكتعليوها مزيان كطوال بهذه الطريقه هذه، يعني كطوال مزيان وكتوصل حتى لواحد العلو ديال متر وخمسين هكذا. وهاد الرجيلات كيخرجوا بهذه الطريقه هذه يعني، وكتحط على الارض ويمكن لكم تصوروا بها حتى هي. وهذه بالنسبه للثمن ديالها هذه شويه غاليه، يعني كتفوت ال 10 دولار كنظن، 10 اورو او 100 درهم، وحتى هي كتباع عند اصحاب المواد الالكترونيه كنظن، وكتلقاوها حتى في ليسيتي الانترنت ديال البيع خصوصا المواقع الصينيه اللي الثمن ديالها تيكون في المتناول الجميع. والجوده ديالها يعني واخا يعني كتصاوب في الصين، يعني الجوده ديالها لا باس بها، يعني هذه بالنسبه لي انا مزيانه، يعني مصايبه بالالومنيوم وبعض المركبات البلاستيكيه ولكن مزيانه. وكيف ما كتلاحظوا هذه ايضا يمكن نركبوا فيها هذا المثبت ديال الهاتف المحمول،
اللي كتعاوننا بزاف بحال هذا الشكل هذا، لان متعدده الاستعمالات والوضعيات. وكنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو هذا وتبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا بغاو يديروا الفيديوهات. وكاين واحد الاله اخرى كتصلح للفلوغات، غادي نوريها لكم في التصاور. هذيك مازال ما شريتهاش الان، غادي نشريها ان شاء الله وغندير لكم فيديو ديالها. هذيك معقده شويه والثمن ديالها يعني كيفوت 80 اورو عندنا هنايا او 80 دولار، يعني غتكون غاليه شويه، ربما في المغرب او الجزائر يعني غتكون واصله ل 1000 درهم او ربما اقل، ما عنديش فكره. وشكرا على التتبع ديالكم، وكنتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله، وما تنسونيش باللايك وتفعيل الجرس. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم.